عايز اقول لحضراتكم على حاجة مش هنقدر يعني نتجاهلها. ليه؟ لان احنا كنا دايما نقول الناس المعارضين والمناوئين والى اخره اللي هم لا يقدروا مسألة الحرب على الارهاب، ومسألة ان هم بيجرونا الى موضوعات فرعية وسخيفة وتافهة ومنحطة وحقيرة نقعد نتكلم فيها ونقول لهم يا جماعة الناس بتحارب، فيقول لك يعني ايه لا نتكلم في كذا. في اتنين، عبد المنعم ابو الفتوح وممدوح حمزة، الاتنين كل واحد منهم النهارده كتب تغريدة انا عايز اقول لحضراتكم على حسابه على تويتر، كتب حاجة كده فعاوز اقراها لحضراتكم وبعدين نتناقش فيه. نبدأ بممدوح حمزة. ممدوح حمزة كتب على حسابه على تويتر قال ايه؟ أخيرا تواصلت مع أصدقائي من رفح وبئر العبد والشيخ زويد وجميعهم لهم نفس الرأي. مهاجمة الإرهابيين مؤثرة وموجهة للإرهابيين فقط ولا نيران عشوائية، وأسموها الضرب القاضي، ومعاملة الأهالي جيدة، ولأول مرة لا يدخلون البيت في حالة وجود نساء فقط. استشعرت حالة رضا لأول مرة ممن تحدثت معه. ماشي، طيب خلينا نروح لعبدنا أبو الفتوح. تقريبا عبدنا أبو الفتوح قال نفس الكلام تقريبا. قال إيه؟ قال علمت أن هناك قدر كبير من الرضا من أهل سيناء على الحملة الحالية ضد الإرهاب الداعشي الأسود في سيناء، حيث لا يتم إيذاء المدنيين أو اقتحام منازل ليس بها إلا النساء والاعتدال في التعامل. أهل سيناء جزء عزيز علينا جميعا كمصريين، وهم مع جيش الوطن حماة حدودنا الشرقية، حفظ الله كل الوطن. طيب إذن هذا الكلام كلام لابد أن أتوقف عنه، لابد أن احنا يعني نشكر الناس عودتهم للصواب في هذه الجزئية، يعني في هذه الجزئية تحديدا. ليه بقى؟ لانه الحقيقه هما كان خلال الست ايام اللي فاتت او الخمس ايام اللي فاتت كفهم بايخ او كفهم سخيف، اللي هو الناس قاعده بتحارب وانت قاعد بحضرتك بتنظر على طريقه الحرب على الارهاب والى اخره. وعبد المنعم طلع على الجزيره وقال كلام كتير جدا عن السياسه والانتخابات والاخوان ومرسي كلام فارغ يعني. فالناس بتقول له يا عم الحاج انت رجل مواطن مصري في النهاية، فيبدو ان ما فعلوه هذا حياء. يعني حد طبعا يعني علق على اللي كتبوه وقال لي والله الادب حلو، الادب حلو ان هم يعني ايه برضو شافوا انه في تعامل حازم مع الناس اللي هي بتنشر اخبار كاذبة وبتقول معلومات مغلوطة وبتحاول ان هي تزرع او تبذر بذور الشقاق والخلاف بين الجيش وبين الشعب، تعمل فيهم ايه؟ فقال لك طب نلم نفسنا. حتى لو كان اللي كتبوه ده ممدوح حمزه وعمنا الفتوح من باب نلم نفسنا فكويس، يعني مش عايز لانه حد تاني كان ممكن تجاهل اللي هم قالوه، وبعدين هم يقعدوا يقولوا يا جماعه احنا مع البلد، احنا مع الوطن، احنا مع الجيش، احنا مع الحرب ضد الارهاب، دول ارهابيين زي ما عبد المنعم ابو الفتوح كده وصف، قال لك الارهاب الداعشي الاسود زي ما لا نتجاهل ما كتبوه، لكن هذا لا يمنعنا من انه نخوض حوار اكتر، لانه انا يهمني انه عبد المنعم ابو الفتوح وممدوح حمزه يبقوا في صف الوطن، في صف القضيه المصريه، في صف مشروع 30 يونيو. على فكره يعني لا يوجد عداء ولا يوجد خصام ولا يوجد نوع من الدفع بعيدا عن هذا الوطن لأي حد. أنا بتكلمش باسم الوطن عشان ما حدش يقول لك يعني أنت بتتكلم باسم الوطن يعني تقول دفع أي حد بعيد عن الوطن، ولكن المشروع الذي خرج من أجله المصريين في 30 يونيو وهو مشروع يقوم على التنمية والاستقرار والاستقلال اللي رمزه عبد الفتاح السيسي، أنا من مصلحتي أن يلتف حول هذا المشروع أكبر عدد من المصريين. أخسروا ليه؟ ممكن يكون مش فاهم، ممكن يكون مدفوع، ممكن يكون مستخدم، ممكن يكون موتور، ممكن يكون كان عايز حاجة وما اتحققتش، ممكن يكون طلب حاجة وما اتحققتش. لكن في لحظة معينة لما يقول والله يعني نستشعر انه في باب بيتفتح وانه الناس دي ممكن تبقى موجودة في صف هذا البلد،
بالمعنى الحقيقي على الارض بعيدا بقى عن التنظير، لان انت ممكن تقول لي يا اخي ما هم ممكن وجهه نظرهم ان هم بيعملوا للبلد، هو انت ليه تصادر الوطنيه وتبقى انت لوحدك اللي يعني شايف ان انت بتتكلم في مصلحه البلد؟ هم اكيد كمان بيتكلموا في مصلحه البلد. عايز اقول لحضراتكم لما بيبقى في حرب بهذا الشكل ويكون في استهداف ومؤامره على البلد بهذا الشكل، وحد يتنكر لهذا ويبدا يقعد يتكلم كلام تقليدي في وقت استثنائي، نقول له لا، يعني نقول له لا انت غلطان، هنا لابد ان يحدث نوع من الفرز. فانا الحقيقه حبيت اسجل بس انه ممدوح حمزه وعبد المنعم مفتوح يعني قالوا هذا الكلام عن الحرب ضد الارهاب، واتمنى ان يكون هذا باب للعوده والدخول الى صف 30 يونيو، والناس تبقى مقتنعه بما يحدث على الارض، والناس تبقى داعمه. هذا الوطن يحتاج الى جميع ابنائه بشرط ان يعمل من اجله كل ابنائه، يعني ما يبقاش احنا ايه كل واحد بص لمصلحته الشخصيه ومصلحته الذاتيه وبعدين تيجي تقول لك انا بشتغل من اجل الوطن. فيا ريت والله كل يعني جنرالات تويتر اللي هم بيقعدوا يكتبوا ضد العمليات دي بتاعه الجيش ويكتبوا ضد الجيش ويكتبوا ضد، بصراحه يعني هم كانوا بيعملوا كده ما حدش يقدر ينكر. فلما تيجي بارقه امل ونقول لهم لا، ده انت تفتح لهم الباب واسع وتقول له تعال، بس بشرط انك تتطهر بشكل كامل، يعني تتطهر بشكل كامل، لانه في علامه استفهام كبيره جدا حتى هذه اللحظه على علاقه عبد المنعم ابو الفتوح بجماعه الاخوان المسلمين وبالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين تحديدا. وانا عايز اساله بشكل واضح جدا، يعني هو عندما تحدث ليه قناة الجزيرة، ودي حطها على جنب، دي نقرأ على جنب، تحدث ليه قناة الجزيرة كان موجودا في لندن في العاصمة البريطانية لندن، وأعتقد أن خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا دول سافر عبد المنعم أبو الفتوح إلى عدد كبير من دول العالم وبلاد مختلفة الأهواء والمشارب، وقابل ناس بره كتير جدا. إذا كان هذا الرجل يتحدث يعني من أجل مصر فلا بد ان يعلن عن هذه السفريات واللقاءات التي عقدها في دول اوروبيه. خلينا نبقى ايه صرح، يعني دايما الناس يقول لك احنا لابد من الشفافيه، ولا بد انه المسؤولين والوزراء والسياسيين يتكلموا بشفافيه. طب ما احنا بنقول لك اتكلم بشفافيه اهو، انت سافرت خلال الاربع سنين اللي فاتوا، خلال الاربع، هذا سؤال لعبد المنعم ابو الفتوح، كم مرة سافرت خارج مصر خلال الأربع سنوات الماضية؟ رقم واحد. وكم قيادة إخوانية قابلت؟ وفي أي موضوعات تحدثت؟ وما تقوليش هو أنت مالك، هو الراجل طالع يتكلم عن البلد والانتخابات والسياسة وبيتكلم. فطالما أنه يريد أن يجعل نفسه رقم من أرقام الحياة العامة والمجال العام في مصر، فانا اقول له طيب تعالى بقى قول لي بتسافر ايه، سافرت كم مره، وقعدت كل مره قد ايه، وقابلت مين، وكلمته في ايه، وانت راجع بتشتغل ازاي. لانه هقول لحضراتكم حاجه، القضيه التي ضبط فيها محمد القصاص وهو نائب رئيس حزب مصر القويه اللي بيرأسه عبد المنعم ابو الفتوح، لما تقروا حضراتكم المحضر واوراق التحقيقات في القضيه تسعقوا. يعني هذا الرجل متهم بشكل واضح جدا بأنه أحد عناصر الدعم لمنظومة الإعلام الإخواني اللي بيتواصل مع الإعلام الإخواني، وأنه في حوالي 50 مليون جنيه تم ضخهم لتمويل مجموعات تعمل في مصر. كان محمد القصاص اللي هو نائب رئيس حزب عبد المنعم أبو الفتوح كان يدير هذه الأموال، حوالي 50 مليون جنيه دخلوا خلال السنوات الماضية، يعمل من خلالهم حوالي 10,000 إخواني بره مصر جوه مصر في اللجان الإلكترونية التي تقوم بنشر الشائعات، واللي هي كان هناك اجتماع تنظيمي محمد القصاص كان موجود فيه عشان ينظموا هيعملوا إيه لإفساد الانتخابات الرئاسية من خلال بس شائعات عبر المواقع وعبر شبكات التواصل الاجتماعي. ده كلام موجود، يطلع عبد المنعم مفتوح يقول لنا مين ده؟ لانه قال لك اللي حصل مع محمد القصاص فجر. ايوه، واللي عمله محمد القصاص؟ يعني هنا المساله ايه؟ نحن نريد ان نسمع، ان نعرف ببساطه شديده جدا.
فانت بتقول اللي حصل معاه القبض عليه والتحقيق معاه وحبسه على ذمه التحقيقات محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القويه الذي يراسه عبد المنعم الفتوح. يعني رقم اثنين بعد الراجل. فاذا لما هو يسلك مثل هذا السلوك يبقى اقول لحضراتكم انه مش متعاطف مع الاخوان. مش بيقول كلمتين مثلا، لا، الرجل تنظيمي يعقد اجتماعات تنظيميه، هناك لجان الكترونيه اخوانيه كانت تقوم وتخطط في الفتره اللي جايه لبث اكبر عدد من الشائعات لافساد الانتخابات الرئاسيه. وما تقوليش الشائعات ما بتاثرش والشائعات مش عارف ما بتعملش ايه. بقول لحضراتكم ارقام طبقا لاوراق القضيه 50 مليون جنيه خلال السنوات اللي فاتت، وكان بيديروا حوالي 10,000 اخواني بره وجوه مصر للعمل في بث هذه الشائعات ونشر اخبار كاذبه ونشر موضوعات في مواقع. يطلع يقول لنا عبد المنعم مفتوح هل هذا الكلام حقيقي ولا مش حقيقي؟ الراجل بتاعه ده متورط ولا مش متورط؟ وزي ما قلت لحضراتكم انه كل مره الاخوان واذنابهم واحلافهم يدافعوا عن حد، بعد شويه نكتشف انه لا متورط. يعني لا موجود. كنا طول الوقت نقول انه مثلا هشام جنينه يقول لك يا جماعه مش اخوان الراجل، مش متعاطف معاهم، ملوش علاقه بيهم، واحنا من زمان قوي نقول لهم لا الراجل ده مع الاخوان، وفجاه يعني تكشف امور كثيره جدا. فاذا قبل ما اروح لهشام جنينه طبعا لانه هو النهارده برضو في مساحه من الكلام عنه، فاذا الاستاذ عبد المنعم الفتوح مطالب بشكل واضح جدا كما تتحدث في الشان العام المصري وتوجه الناس وتطلب منهم ان هم يقاطعوا الانتخابات او ما ينزلوش الانتخابات، اذا كنت تريد ان تكون رقما في الحياه العامه المصريه اكشف لنا عن اوراقك بوضوح وبشفافيه. قل لنا انت بتروح فين وبتيجي منين وبتقعد مع مين وبتخطط لايه، وهل صحيح انك مكلف بإعادة الحياة لجماعة الإخوان المسلمين مرة أخرى من خلال تواجد في الشارع المصري بشكل ما؟ اتفقوا معاك على إيه؟ خليني أنا لن أسوق في طريقك اتهامات، أنا مش هتهمك، بس جاوب على هذه الأسئلة ببساطة شديدة جدا. سافرت كتير قوي وقعدت بره كتير قوي وقابلت ناس كتير قوي، وبعدين بتيجي تاخد هذا الموقف في الانتخابات. هو لما حضرتك عرضت من سنتين حكاية الانتخابات الرئاسية المبكرة وكانت غريبة، لأنه عبد المنعم الفتوح يا جماعة جه من سنتين كده والبلد بتحارب إرهاب وسيسي لسه شغال وبيبني وبتاع، وقال لك نعمل انتخابات رئاسية مبكرة. ليه يا مولانا؟ إيه اللي حصل؟ مين زعلك؟ مين داس على طرفك يعني؟ مفيش. بس كانت دعوة كان يريد أن يسوقها تعمل نوع من الفتنة وتعمل نوع من الانقسام في الشعب، لكن محدش تجاوب. وممكن يعني حضراتكم ما تكونوش سمعتوا عن المسألة دي، لكن ثابت في سجل ودفتر عبد المنعم أبو الفتوح أنه طالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل أن يمر عامين على السيسي في الحكم. ففي حاجات غامضة وحاجات مش مظبوطة، وهنا للمرة الأخيرة قبل أن أغلق ملف عبد المنعم أبو الفتوح اليوم لأنه ضروري هنرجع له تاني، لا أتهمك ولكن أنت مطالب أمام الرأي العام بالإجابة على عدد من الأسئلة المشروعة بالمناسبة. واتكلم براحتك زي ما تطلع في الجزيرة كده، اكتب والله اكتب وأنا أنشر لك في الدستور، يعني جاوب على هذه الأسئلة وأنا أنشرها لك عندي يعني والله، ومن غير ما تقول بقى ما أنا ممنوع ومش ممنوع، بس قول لي أنت سافرت كم مرة، قابلت مين، اتكلمت في إيه، أنت مكلف بأي شيء تعمله في مصر دلوقتي، وبعدين كلمني عن محمد القصاص وقول لي الاتهامات اللي وجهت لي دي كانت يعني تعرف عنها حاجه ولا انت كنت مغيب في الحزب. فاذا كتبت الحاجات دي يا عبد المنعم الاستاذ عبد المنعم الفتوح، اذا كتبت الحاجات دي والله انا هنشرها لك، وبدل ما تروح تتكلم في الجزيره وبتاع يعني اعلام مصر اولى بيك، لان هو الناس يقول لك طب هو انتوا بتكلموهم يعني، هو انتوا بتسمعوا لهم بتستضيفوهم؟ هو بالله عليكم يعني انا استضيف هشام جنين عشان يقول هذا الهراء اللي قاله؟